دكتور ماجد تمام، هنتكلم النهارده عن البلو بيريز او التوت البري، وده من احسن الاغذيه صحيا. هو اسمه توت بري او بلو بيري، وادي شكله اهو، شكله ازرق كده دور صغير. طلع بيعمل حاجات كتيره، سترينسن بون، بيقوي العظم، انتي ايجينج، ضد الشيخوخه، بيقلل ال LDL اللي هو الكوليسترول السيء، بيقلل ضغط الدم المرتفع، بيساعد في السيطره على السكر، وبيمنع ان الواحد يجيله سكر، وانتي كانسر لمضادات السرطان، وبيساعد في فقد الوزن. وكمية السعرات اللي فيه بسيطة، يعني 1 كوب، كوباية صغيرة فيها 15 جرام بس كربوهيدرات، و 48 قصدي 84 كالوريز، ويقلل الالتهابات. خلاص، يبقى ده البلو بيري. احنا قلنا العيلة بتاعت البيري دي من احسن الاغذية، وطبعا اصبح دلوقتي العلم الحديث ان انت مش بتاكل عشان تشبع او تتمتع، لكن اكتر علشان تتخي الامراض او تعالج الامراض اللي عندك. اوريدي ادي البيريز، هو عيب بس ان هم غاليين في مصر، وحتى العصير بتاعه غالي.